هيك تشوفي عمرها 21 سنه، من عمرها 8 سنين ونين قالها فيها التو، مشكلتها في رجليها تو وهي مسكين، رجليها هذه تعمل لها شيء قالت ما نجمش تتحرك. يا بنت خالتي هذيك نحب نمشي كيفك. تعرفي بنتي وردة بدات تمشي تبكي بدات تلبس الصوابط العالي تلبس السراويل تمشي بحالها يسبوني في القراية وبطلت. اللي يسبك في القراية؟ شنو؟ يشد الكريس يشد الكريس عارفين طالعين تترشق حتى فمي عويش قبل بساعتين ملوح احنا كل ما برجل وليدين راهي حرقت لي في قلبي راني ما نرقدش ترقد معايا في الليل والله ترقد معايا نفرش نويها راسي وراسي بات نتلمس فيه. تعبت ماما تعبت بابا كله. راني ما عشتش حتى بس عشان أجل تمنى روحي تموت وخصك عودود يا رب راني تعب والله تعب. تبيع في خبز طابونه قلت لي ب 500 الكعبه 400 250 انت وين واش حنوا عليك اللعبي 9 ساعتك 500 انت واش يعطيك هذه خدمتك الوحيده هذه خدمتي الوحيد نخدم في الطابونه تو عندي 15 سنه نخدم في الطابونه ونخدم في الطابونه انا بغض روحي نقعد نيل الشر نقعد مخصوصه باش نشري باكو دواء لبنتي كل جمعه. خليني انا نسالك تو لهنا عندي باكو نتاع دواء تاع بنتك اللي هي مريضه بالعصاب ربي ان شاء الله يشفيها 47 دينار و400 قداش يلزمك تبيع من خبز الطابونه باش تشري هالباكو دواء؟ كل يوم ندرق له شد 15 يوم هذاك، كل يوم ندرق له 3000 4000 ساعه ساعه 5000 نقعدني محرومه للشر وما عنديش باش نشري باكو دواء لبنتي وخاتي هذه كل جمعه 10000 في الجمعه 20 دينار هذا يدي باكي حتى هذا كانوا يعطونا فيه الدوله قصاتو عنده عميل مخصوص ناخذ فيه حتى المستفسرات ما عادش يعطون. احسبي انت قداه نحرم روحي نجيب لك ال 10000 ال 15000 ناكلوا منها نحن 2000 3 والاخرى نخملها للدول الطفل. وساعات ولاد الحلال في الكياسة كاي يروحوا ظروفي واحد يمد لي خمسة واحد يمد لي عشرة في طريق ساعات كاي باش ناخذ بها دواء الطفل يختار الطفل الدواء تحبس تولي تخدم لي تتصرع لي بالاربعة بالخمسة مرات هاش حاشاك لي نقول ماتت نقول سيا هز ربي حاجته كنت نعدي عليها في الرابطة تو عندي عام حتى من الواحد خصيته الكهرباء ب 60000 اخواتي ما خلطش يقول لك هزها الرابطة ب 60 ما عادش نجم نمشي نهز مشكلتي بنتي ما عندي حتى شيء خليني للشر وخليني عريانه طفله باش تمشي لي ضحي صغيره فلا فرحه لا رت لا حتى شيء وما خلطتش في الدواء الدواء نتاعي يوصل لي قلت لك في الشهر 300 250 هذا في الشهر الدواء. انت من بيعان الطابونه تصورهم 300 دينار؟ راني عاونوني الحبيب قلت لك الناس كاية في الكياس يعرفوني واحد يمد لي 10 واحد يمد لي 5 يعاونوني كاك ساعات ونين لقت نحرم روحي يعني كنجيب 10000 في النهار ناكل 3000 والاخرين نخليها من دواء بنتي 3000 قول لي شنو تاكل بهم مدام والله يشري 1500 تجيش قسما بالله وناخذ ايترازيت ايترازيت قصتها تشدي 15 يوم هكا نحط بالقطر حكت الطماطم ماكلتي بيض ما نمشي نوكل كل عباد ونود كل عباد لا وهانو ساعات ولاد الحلال كي ساعات كانوا قبل لك تزيري كي كانت قبل لك الثوره والله جيب لي الدواء زيري يرحم والديه جيب لي الدواء لبنتي تو ما حبست ما عادش حتى واحد يجيب لي هانو ساعات ولاد الحلال كيما هكا واحد يعطيني 10 واحد يروح معايا في الكياسه تكذب يعطوه واحد 10000 واحد 5000 واش يحن عليها ربي ومشكلتي في الدواء ما خلطتش باه يمشي مسكين على رجليه للسلوقي كان تسمحوا به السلوقي شر تستو يمشي على رجليه يوميا احسبي انت واش واصله واش يرد ما نبيعوش ناتشه الكسر نباتوا للشر وداري هاكي شفتها نرقد على السيمان وباتوا على السيمان ما يعاوننا حد وما يتلفت لنا حد وما يجينا حد مشكلتها في رجليها تو هي مسكين رجليها هذيا تعبت لها شيء قالت ما نجمش نتحرك شنو هي يلزمها هي ما قالولكش الطبه؟ الطبه الطبيبه تعدي لها على راسها نتاع الرابطه قالت لك رجليها ماشي تبعتني ني رجليها ما عنديش باش نحدي عليها خويتك قالت لي الطبيبه هذه اللي في الرابطه قالت لي نتبع لها نتاع التخديم نتاع المخ قالت لي راسها اما قالت لي الحاله النفسيه رجليها ما نجمش ني قالت لي تزيد الطبيب ما لقيتش باش نهز نعدي عليها قالت لي تنجم ترتاح وتنجم تتحسن ما خلطتش خويتي باش نهز نعدي عليها هاكي تغسلي هاكي تغسلي في ظروف وبنتي هاكي تشوفي عمرها 21 سنه من عمرها 8 سنين وين قالع فيها لتو قسما بالله ها وجيران وسري حتى هذا معايا في طابون تيحكوا لك حالتي سهله المسؤوليه ماشي سهل
من بعد في الليل ما رقدش، وقت هي تمرض ولا تخدم ولا حاجه راني نتمنى اني نموت وهي لا، نتمنى اني نقول ربي يهز حاجته وهي لا، وحتى كي نموت راني نخمم عليها بعد شكون باش يفرح، الخو خو روح والاخت اخت روح، شكون باش يفرح؟ عندي ولاد ولاد ماشي نجم يفرحها، والله صدقيني ساعة ساعة ترمي على روح، والله هون حتك الواحد وقت تخدم وتتصرع ما عادش نجم نهزم هي تثقل، واختك وتوني مريضة انا باش نمشي نعمل بعد العيد عملية عندي يطلع لي كيس من الثقل نتاع حي وقت نشد هكايا وتثقل علي بالقوي، ما تنجمش تتقاعد تترخف خلاص اعصاب تترخف، ولا لي حاشاك عندي كيس في الكبد قسما بالله على 5 سنتي ونص، والله والله 5 سنتي ونص ها نجيبك تصاور وشوفي حالك. مشيت ولاد الحلال عطوني عادية في الطبيب السلوكي عمل لي ليكو قال لي مدام عندك كيس 5 سنتي ونص هاني باش نعمل عليه عملية والله باغضة روحي، قالوا لي رقدي لبيت نرقد عليه هي نخمم شكون به؟ أنا هو مشيت لفت لها أنا هو مشي توخلي في الليل شكون به؟ باهي راجل راجل يمشي يخدم مشيت لفت لها، خوها صغير عمره 16 سنة مشيت لفت لها، والله خويا خويتك راني نحكي لك بهم قلب اللي مخمم كان عليه هي، الدواء تشويت تشويت في الشراء الدواء تشويت. حتى المستوصف ديبا كي منحين وما يعطيهوش عامين كاملين ونين كانوا قبل يعطونا يشدني بال 15 سنين تو الدواء ذاك تاع الرجال نشري فيه بالقشر عندي تو 3 سنين وقت مشيت عديت عليها في باجه قال لي مدام تشري لها وتمشي تهزي بنتك تعملي لها سكانات وتعملي لها تشوفي لها حاله رجليها مناش ما خلطتش لا عندي باش نعمل سكانات لا عندي باش نعمل ريب تو مش كلها بنيتي في ساقه خليتها ربي خليتها ربي 3 سنين وبنتي حالها هك وتي خديمه من 8 سنين عمرها من عمرها 8 سنين وهي تخدمني تتصرع لي في الليل 3 و4 مرات ما خلطتش باش نعدي عليها ثم طب وفما حدثني ما عنديش شنو تتمنى مدام سلمى؟ نتمنى من ربي من ربي ويقبل علي ربي فلا هو شري يعاونوني على بنتي ويداولي بنتي ما طالبه حتى شيء ناكل الخبز الخبز وما يسالش اني عديت عمري كان باش نموت خل نموت حتى كي نموت نموت متهني عليها راهي حرقت لي في قلبي راهي ما رقدش ترقد معايا في الليل والله ترقد معايا نفرش نويها راسي وراسها بات نتلمس فيه قسما بالله ويشدها الكريز يشدها الكريز صاحب العين تترشق هكا فمي عويش ابنتي تلقيني نعمل لها في حشاك شويه ريحه كاي نشمم فيها نشمم فيها تعرفي بنتي ورده بداتها تمشي تبكي بداتها تلبس الصبابيط العالي تلبس السراويل بنتي شوفي حالتها ما طالبه شيء من الدنيا ناكل خبز ومي طالبه بنتي تعاملي ربي تتكلموا عليها تعاونوها تزور الطبيب يداويها يوقف معاها لاخر ترجع بنتي تمشي كل بداتها بنتي محرومه والله محرومة كعبة واحدة في عمري من عمرها 8 سنين وسيلة حتى جيراني هنا ما يعرفوها حالتها جيراني يبكوا عليها صدقيني كي تخدم تضرب بالساعتين وخدمة هاي هاي البنية سالة تقول بالساعتين ملوحنا نقول ماتت برجل الوليدين فمي عواش الكشكوشة منه وكشكوشة منه كنت انا حدي عليها في الرابطة وطبيبة الرابطة يرحم والديها ومكرمة تو عندي عام ما مشيتش ما حاجة تخدم شنو تعمل لها انت؟ تخدم نشد اخواتي تلقى هكا هي تتخذ هذاك يبدي اليدين ورجل من اخواتك تلقى نقرا لها في القران وشدت هكا ليله في السبيطار ما نهزش ما عنديش باش نهز خليها تقعد سنة لين ترتاح وحدها ساعتين وني تلقاني باركة معاها ما عنديش باش نهز لا عندي اختك باش نهز لا عندي كهرب اقل كهرب يقول لك خواتي 30 ألف ليه ما نوجدهاش 30 ألف ما خلطتش تونس طولت ب 80 ألف تو عندها عام ونجيب لك الكارني نتاعها اللي دواها الموعد نتاعها حابس يعني تمرض وتبرى وحدها تمرض وتبرى هي وربي يا هي وربي اجل موت ولا وربي خزر لها بالرحم صدقيني في الليله تخدم اخي الليله بركه صدقيني خدمت لي نقول لك شيء يقسم القلب بايها من شيروني من شيرو نطلبوا في ربي ما قيتش ما قيتش قلت هز ربي حاجه هكاك هكا بشويه نعمل لها شويه بارفا تقعد تقعد هكاك وقت فيخ وتفقد الوعي ولد الوعي تفقده تقعد الذاكره تحت بعد باش فيق هكا تشوفي فيها عمرها 21 سنه ان شاء الله ربي يخليك لها وان شاء الله ربي يشفيها هي نتمنى من ربي ما طلب شيء تعاونوني في البنية ما حاجتي بشيء خليني نايا نتمرمد وربي معايا رب تعملي حل وتعاونيني في بنيتي عمرها 21 سنه دواه ويوقفوا معاه هذيك فرحتي يوقفوا لي معاها في الدواء ويداووا لي على رجلي الطبيب نتاعها نتاع الرابطه قالت لي مدام تهزيها لطبيب مختص ني ما عنديش خويتك ما عندي باش نهز عندك كرني ابيض عندي كرن ابيض عندي كرني انا هي هكذا نتاع الفقر نقول هذاك هذاك عندي هذاك تاخذ في جرايه تشكينا عليه نحن ما حبوش يعطونا خلاص شيخوخه نتاع 180 دينار تاخذهاش كعبه اللي جات مرجلك الوجوه هكايا شافت وهربت روحت وجبتها في رقل عليها في رمضان كيف كنتي هكايا قلت لها هذه ظروفي تعب وراني ما خلطتش هي مشينا للتستور درقت عليه خلاص لا بد تطلع لي ها عندك الكرني الابيض معناها تاخو عندك الحق تاخو الشيخوخه قالك تو يخرجوها لي من الجويب تو هي بالنسبه هي خارجه من الجويب حتى نعمل قالوا لها بايك ما راح ما حبوش يعطوه ما قالوا لها بايك مريا مداني يخدم في الشركه قالوا ما هو مش مترسم خدام نهار مش مازال ما رسموش قالوا لها لا ما تاخذيش سمر كنت نسمع في امك كنت تحكي لي عليك وتحكي لي على وضعيتك الصحيه وكل شنو تتمنى فنان عبرة حتى في الحديث تكلمي زبرة تتمنى تبرة شو
شكون اللي مقلقك انت؟ سيك خط وخد كا. وين وصلت في القراية انت؟ ستين وبطلت وحدي. علاش بطلت؟ يسبوني في القراية وبطلت. اللي يسبك في القراية؟ سنات سنات يسبوني بطلت. يسبوك على خاطر المرث؟ اي ندوخ يسبوني بطل هكا ما عنديش حتى حل. تقولي ما نتمنى نموت والله. تقولي نتمنى حتى حل بعد تمنى روحي نموت قصدك والله. لطف عليك الطبة موجودة وفما ناس تعمل الخير واكيد فما عباد باش تتفرج فيك وتتفاعل معاك. ان شاء الله تحب تتعالج تحب هذيك وتحب ساقيك يرتاحوا. هي تعبت برشا خاطرك والله تعبت تعبت الله 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 والله تعبت. بسم الله عليك صباح. تعبت ماما تعبت بابا كلهم الدوي الساعات الخمس بيا ساعات ما يجيش باش نجري باش نكذب الساعات نبقى جمعتين ثلاثة جمعات باش نذكى باش نجري. تمنيت راك تعيش حياتك طبيعية معناها. كي بنيت لحبك كي بنت خالتي هذيك. نحب نمشي كيف وكا. تحب تمشي هذا كيف. كاو. ربي في الوجود يا سمر. إن شاء الله. إن شاء الله تبرع عزيزتي. إن شاء الله. كان عندك فلوس شنو تعمل سلام؟ كان عندي فلوس راني عالجتها، كان عندي فلوس راني عالجتها وراني داويتها وما خليش بنتي هكا باش تحس، بنتي تتمنى صباط عالي ما تلبسه تتمنى حاجه ديما يغسل لابسها في شلاك اللي باش نجم تمشي، بنتي كي تخدمني في الليل نقول ماتت، باتت شدتها هكا، وقت تخدم تلقاها كلها تخضخض بكلها. خطب عليا. بطل قرايته مشيخ فهم قادش. ما يخافش على قرايته ما يخافش. تو بمحش ناش أهان وخليتي وسهلا الكل الكل تعبت تعلق محش ترجم والله تعبت تعبت. الناس تتفرج فيك شو تحب تقول لهم؟ نقول لهم عاونوا يا ربي راني تعب والله تعب علق ردي ما عشتش حتى بالفس ما عشتش. سمر ما تنجمش تمشي وحدها هذا نين قود نين خليني نهزها نقودها نجيبها بحذايا بحذايا في الطابور نقول خلينا بعد تنحي الستريس شوي ولا نهار كامل ممدود نهار كامل تلقاها ممدود في الفراش كيما ريتي الدار ما نقول لك شوفي الحال. سمر تمشي شوي تبرك ساعة ساعة تطيح لي من مرة طاحت لي في حفرة غاديك اما ما حافر الحفرة ذي طاحت لي طاحت لي عيد قداش رجلها منفخ. شوفي سمر كيفاش عمرها 21 سنة ماشي صغيرة عمرها 21 سنة. عبد الله قولي ماما نتمنى الموت وماما خلطتشني باش تعالج. هي عندها طبيبة قالت لي تعالج ترتاح بيبا نتاعها نتاع الرابطة قالت لي تتعالج ترتاح تولي لاباس عليها البنية ترجع عادي قالت لي لاباس ما خلطتش ما خلطتش خويتك باش نعالج ما خلطتش ما نجيبها من قلت لك نحرم روحي باش نشري لها باكو دواء. احسبي انت الدوايات نتاعها تكلفني 200 وتفوت 200